أما هلأ مشاهدينا بننتقل لفقرتنا التالية من عالم التنمية البشرية المتنوع والمهتم بدراسة النفس البشرية وطرق اكتشاف الذات ومهارات تنميتها وتطويرها. رح نحكي عنها أكثر مع الاختصاصية التربوية روبا ناصر. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا. صباح الخير يا روبا. أهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا نحكي شو يعني الذكاء العاطفي، شو يعني ولد عنده ذكاء عاطفي، أو نحن بدنا نعطيه مهارة الذكاء العاطفي للولد؟ الذكاء العاطفي صراحة ما بيتعرف، يعني هو حدا يعني بيجي أنا حدا بيسألني بيقول لي هو ذكي ما شاء الله ذكي عاطفيا، هني ما عم يعرفوا قديه مهم هذا المصطلح، قديه هو مهم بحياتنا وبتصرفاتنا وبتعاملنا مع الآخرين اجتماعيا وحتى مع الأطفال. فالذكاء العاطفي هي أنا قديش قادرة أدير عواطفي ومشاعري وأتحكم فيها، وبنفس الوقت يكون مع الشخص الآخر كتير في يكون في تناغم وفي يعني إدارة للمشاعر، إدارة للمواقف، إدارة لكل الأشياء اللي بتصير بيناتنا بالمجتمع بشكل عام. فالذكاء العاطفي نحن رح بما أنه هو اسمه ذكاء عاطفي فأنا أكيد عم أحكي عن العواطف، أكيد عم أحكي عن المشاعر اللي هي الغضب، الغيرة. خلينا نروح على المشاعر السلبية شوي، أنه هاي المشاعر كلياتها السلبية، الغيرة، الشك، الغضب الشديد، الخوف، الحزن، كيف أنا بدي ديرها وبنفس الوقت ما خليها تأثر علي كشخص، أنا بني آدم موجود عندي سلوك إنساني عم تفاعل مع الآخرين، كيف ما خلي هاي المشاعر السلبية تتحكم فيني وكون هذا الشخص اللي عنده هذا الذكاء العاطفي. طيب خلينا نحكي يعني كيف فعليا فينا نستغل ذكائنا العاطفي. بنعرف انه الذكاء العاطفي درجات، يعني بتلاقي الناس بتعرف فعليا تستخدم بذكاء هذا الذكاء العاطفي، بتقدر تضبط انفعالاتها وتستغلها بالطريقه الصحيحه. ونحن بنعرف الاطفال هن اكثر ذكاء من الكبار، يعني اللي بيعرفوا يستخدموا الذكاء العاطفي محتالين الاولاد، بس الكبار كيف فيني فعليا انا استغله بالطريقه الصح؟ يعني نحن بنشوف في شخص عنده ذكاء عاطفي بيقدر فعليا يشتغل عليه بشكل كتير كبير، في شخص لا، يعني هي عنده درجة، يعني تختلف الدرجات من شخص لآخر. هذا بتصير عن طريق التنظيم الذاتي، يعني أنا وقت بدي استخدم ذكائي العاطفي بستخدمه مثلا أنا بعملي، تمام؟ أنا كيف بدي أكون ناجح بعملي إذا ما كان عندي الذكاء العاطفي؟ الذكاء العاطفي يعني هي المهارات وإدارة المشاعر، يعني أنا مثل ما بدرك مشاعري عم أدرك مشاعر الآخرين، بعرف أتعامل مع مديري، بعرف أتعامل مع رفقاتي بالدوام، أنا عم كون إيجابي، إيجابي بالمطلق لأنه كل مشاعري عم عبر عنها بطريقة جدا حضارية، وبنفس الوقت عم أتقبل مشاعر الآخرين. إذا ضمن السلبية الكبيرة اللي صايرة ضمن الواقع شوي صعبة، يعني بتلاقيها لما تقولي أنا مع الإيجابية هلا بالمطلق المحيط صاير اغلبه للاسف. هلا الفكره انه في ناس، انا تناقشت مع حدا فهو قال لي صاير الذكاء العاطفي لانه كثير عم يتعاطف مع الاخرين، هو شخص كثير بالنهايه بيقدر الاخر وبيقدر مشاعر الاخر، وبنفس الوقت شو ما صار معه موقف هو قادر يضبط حاله، ما في يطلع المشاعر السلبيه لبرا او اي رده فعل يعملها بطريقه سلبيه. فانا خليني يعني استفرد بالموضوع شوي وان احكي فيه، فهني عم ينظروا للذكاء العاطفي انه شخص طيب وبيقدر ينضحك عليه، مو انه شخص كتير عقله كبير ومشاعره الجياشة عم تنضبط وفي عنده تنظيم وإدارة لعواطفه، لا هني عم يقولوا ايه شو ما قلنا له كذا موضوع شو ما كان سلبي. يعني شوفي انت اذا قعدتي مع حدا كتير عنده ذكاء عاطفي بتحسي بارتياح لانه بيهون لك كل شيء، بيبسط لك كل شيء وبيحس فيكي وبنفس الوقت بيعطيكي حلول، تمام؟ فانت عم تقولي لي كيف فيني انا استخدم هذا الذكاء العاطفي، انا مجرد ما اني يكون عندي هذا الذكاء العاطفي بتعامل منيح مع بالعمل، كثير بتكون تصرفاتي منيحه، كثير براعي مشاعر الاخرين وبكون جدا متفاعل بطريقه اجتماعيه جميله. كذلك مثلا لنفترض اني انا طالب جامعه، تمام؟ ما عندي بقى فوبيا من الامتحان، ما بخلي مشاعر الخوف من ورقه الامتحان او من الدكتور او من اي حدا تسيطر علي، لانه عمليا انا صار عندي ذكاء عاطفي وتدربت على هذا الشيء وصار عندي هي المشاعر كثير مضبوطه، صار في عندي اداره لها. مثلا العلاقات مع الاخرين سواء ضمن نطاق الاسره او ضمن نطاق المجتمع بشكل عام بعيدا عن العمل، يعني يمكن انا عم روح مع رفقاتي على المطعم قاعد
رايح عندي جمعة مثلا، وين ما كنت، حفلة شو ما كان، أنا عم أثر بشكل إيجابي، ماني عم أجرح حدا، عم مشاعر الآخرين عم تكون مهمة عندي مثل مشاعري. يعني أنا كتير حدا متعاطف، كتير حدا إيجابي، برجع بقول لأنه الذكاء العاطفي بالمطلق إيجابي. صحيح. نعم، خلينا نحكي شو الفرق بين يعني بين العاطفي وبين الاجتماعي. الذكاء يعني في ناس بيقولوا لك هذا الشخص هو يعني هو يمتلك ذكاء اجتماعي أكثر من الذكاء العاطفي، ولكن في أشخاص ما بيميزوا بيناتهم، شو الفرق؟ هلا طبعا اللي بده يكون عنده ذكاء عاطفي بالمطلق لازم يكون اجتماعي، تمام، لانه اصلا هو في كل الصفات يلي بتخليكي انت عندك الذكاء الاجتماعي. هلا يمكن الذكاء الاجتماعي ما كثير، يمكن هو بيتعامل بيتفاعل مع الاخرين، نشط اجتماعيا، متفاعل مع الاخرين، بحبهم، في بس بيوقف لمرحله ما ما بيحس فيهم بكل المواقف، ما بيكون عنده أنا تعاطف مع الآخر، مع حالة الآخر، كيف أنا بقدر أثر إيجاباً عليه، كيف خلصه من مشاعره السلبية، كيف أنا أكون معه متضامن بكل شيء. يعني إذا كان شو ما كان الوضع اللي عنده، حتى مثلاً بالذكاء الاجتماعي ممكن أنت تحسي تغضبي من حدا عمل معك موقف، يمكن تغضبي ليش ما عندك سيطرة على مواقفك. أنت صح عندك ذكاء اجتماعي وتفاعلتي معه وكنتي جدا اجتماعية وصداقة وعلاقة طويلة وكتير شغلات، بس ما عندك إدارة للغضب. طب ممكن نحن ستات بين بعض ما عنا إدارة للغيرة، أنا كتير بغار منها، يا لون شعراتها بجننوا، عم يظهر الغيرة بتصرفاتي. يعني عندي ذكاء اجتماعي بس ما عم يظهر الذكاء العاطفي بتصرفاتي. فهذا يعني بدنا نفرق انه قديش انا مشاعري بدها تضبط الذكاء الاجتماعي اللي عندي، وقديش اثرت ايجابا عليه، صرت انا عندي ذكاء اجتماعي وتنمى بالذكاء العاطفي، ما عندي اي شيء سلبي. يعني انا خلص الغضب ما، يعني شو ما كان تصرفك معي انا قدر الامكان عم امتص وعم ترجمه بردة فعل كتير لطيفة وكويسة. ليش؟ لأنه أنا عندي هذا الذكاء العاطفي. كذلك مثلا الغيرة، إذا أنا وين من وجدت حتى لو ماني حلوة مثل الشخص الثاني، ما في داعي لتخلق عندي مشاعر الغيرة، لأنه بالنهاية هو الشخص اللي عنده ذكاء عاطفي عنده شيء كمالي، يعني أنه أنا خلص أنه طبعا صحيح. فهو ما كتير عنده القشور، ما أنا يعني ما أنا أساسية، يعني هو ذكاء يعني نضج، عنده نضج بعواطفه بتفكيره، عنده تفكير منطقي. فعمليا بيساعدني دائما الذكاء العاطفي بإني نمي الذكاء الاجتماعي وضيف عليه شغلات أفضل لحتى السلوكيات تكون أفضل. طب حكينا عن إيجابيات وميزات الذكاء العاطفي، خلينا نحكي شوي في سلبيات للذكاء العاطفي، شو هي؟ هاي الفكرة اللي كنت عم أقولها من شوي، إنه هني بمجتمعاتنا وصلوا صاروا يقولوا إنه مثلاً نحن على قد ما أننا كتير كويسين مثلاً، أو أنا كتير سلوكي إيجابي عم أمتص كل شيء، صار عم يتمارس ضغط علي أكتر. يمكن هني ما يعني بما أني أنا كتير عم استوعبك وعم اتعاطف معك، وشو ما صدر منك تصرف انا ماني عم رده كما تصرفك. يعني انت اذا عصبتيني انا مستحيل اعصب لانه عندي هذا التفكير المنطقي. بس يمكنك الذكاء العاطفي ما بيردوا، بس بيردوا بطريقه جدا بتجذبك وبيخلي يعني مش انه ما بيقدر. مثلا اذا نحكي عن الذكاء العاطفي، مو انه ما بيقدر يضبط يرد، اللي بيكون تلاقي بالعكس قادر انه مثلا يعطي الاخر حجمه لكن بدون ما يعيب، بطريقه دبلوماسيه جدا. صحيح، بطريقه دبلوماسيه، بطريقه اكاديميه، بطريقه جدا رقيقه على القلب والعقل. يعني هو بيراعي مشاعر الاخرين حتى لو عم يحكي والحق معه، وحتى لو عم يخجلك بالرد، يعني هو عنده فن الرد. صحيح. تمام، بس هو عم يراعي مشاعرك وعم يراعي الطبقه العقليه. يعني هو صار فهمان كيف انت بتفكري، يعني هو ذكاء عاطفي، هو صار بيعرف كيف طريقه تفكيرك، قديش العواطف اخذه من طريقه تفكيرك. فعمليا من السلبيات اللي نحن بتمر معنا، مثلا انا عندي ذكاء عاطفي عم اتعامل مع حدا،
فهن بيفكروا انه انا طيب جدا او متفاعل جدا لطريقه اني انا فيني انت حكيتي لي مشكله انا عم اتفاعل معك وتاثرت فيك. انا ما تاثرت، انا بهي اللحظه تعاطفت معك بس ما تاثرت لهي الدرجه الكبيره. تمام، انا تعاطفت معك لانه عندي هذا المثال الانساني اللي هو التعاطف، بس عمليا انا برجع لحياتي الطبيعيه، بس بنفس الوقت بالموقف ذاته انا كثير بكون واقف معك، انا كثير بكون عم اقدم لك نصائح وعم ادي لك نصائح بحيث انه تطلعي من الجو اللي انت فيه وتتركيني وانت مرتاحه. تمام، ف يعني بظن انا انه الذكاء العاطفي دائما له هي السلبيه انه انت بتقدري تتحملي الاخرين زياده، فعندك بده يكون في طاقه زياده، تعب زياده، ولو انه يعني نحن مضطرين احيانا لانه بيكون الاخر بحاجه، بحاجه لدعم، بحاجه للوقوف بحده، بحاجه لتنميه مشاعره، حتى بحاجه لتوعيه، لانه دائما اصحاب الذكاء العاطفي عندهم دماغ بفكر دائما بطريقه منطقيه جدا. صحيح. بعيدا عن المشاعر. تمام، لكن بالختام هيك خلينا نحكي كيفيه اعطاء الذكاء العاطفي او تدريب اطفالنا على الذكاء العاطفي، كيف فينا نخليهم يمتلكوا هيدي المهارات او هي الثقه والذكاء العاطفي لاطفالنا؟ هلا دائما نحن قدوه للصغار، يعني انا اكيد ما فيني اكون بعصب على اي مثال بيصير معي بالبيت قدام اطفالي، او انا كمعلمه اعصب على اي شيء او اعمل رده فعل واطلب من الطفل انه هو يضبط مشاعره، او مثلا انا لازم دائما يكون تصرفاتي معهم، مثلا انا عم اتعامل مع طفل هو عم يغار من رفيقه، فكيف انا بدي اعطيه مثال بنفس الوقت هذا المثال ينمي له مهاره الذكاء العاطفي وبنفس الوقت انا اكون قدوه له. يعني تمام، دائما نحن بنوعي اطفالنا من خلال سلوكياتنا ومن خلال مثلا اني انا اطلعه كثير على فيديوهات او شغلات بتنمي عنده هي المشاعر، وبرجع بقول يعني القدوه الحسنه انا دائما بلاقيها هي افضل شيء، لانه نحن قد ما نوجه الطفل وقد ما عملنا له اذا ما شاف عنده قدامه سلوكيات واضحه ما بيتصرف، لانه الطفل بالنهايه مقلد. صحيح. تمام، ما هو اي تصرف او سلوك بيكون صادر عن الطفل هو صادر عن اهله. طبعا بالنهايه اكيد. ست روبا بنتشكرك على وجودك معنا لليوم، ويمكن مثل ما قلتي الذكاء العاطفي هو يمكن من اهم المهارات لتطوير مهاراتنا واكتشاف ذاتنا، بس لازم نعرف نشتغل عليه صح ونستخدمه بطريقه ايجابيه. شكرا كثير لك. شكرا كثير لك.